داعم للمؤسسات والقطاعات الحكوميه والملتقيات الجهه الجهويه والوطنيه على السير العادي للمنتدى تنفيذ برنامج عمل يحدد النظام الداخلي. من خلال هذه الاصلاحات لم تعد تلك المنظمات التي تمارس ادوارا تقليديه وحكوميه. فلهذا كان من المتطلب ومن الضروري ومن اللازم خدمه الصالح العام. وانا معجب بمكارم لانها جميع معكم وفي المكان نمشوا كامل في المصالح العام الناس ونخوض به سعد الحسين احد منعشين الاقتصاديين وفاعل جمعوي بجهه الدخله والذهب. هذه الليله المباركه اللي حضرتوا لها نشكر بعد الدخله 24 على هذا الاستدعاء وعلى هذا الحضور اللي حضرت معنا في هذه الليله المباركه السعيده وهو تاسيس لهذا المنتدى اللي احنا حضرت له جميعا. الهدف ديالنا من هذا الهدف من هذا الجمعيه العامه والتحضير لهذا المنتدى اللي احنا اليوم الحمد لله حققنا في هذه الخطوه اللي انتم حضرتوا لها وانتخاب الرئاسه اللي شرفتني هذه المجموعه برئاسه هذا المنتدى. هدفنا الوحيد فيه هو اولا وقبل كل شيء مواكبه التطورات التنمويه اللي كتشوفها المنطقه، هذا هو الاساسي عندنا. ثانية غادي نخلقوا لجن متعدده لمواكبه هذه التطورات منها الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئه وغيرها. ولملمنا هذه المجموعه من الجمعيات التي لا يستهان بها باش يكون عمل جمعوي كامل شامل ليعطى الصوره الحقيقيه لمنطقتنا ومواكبه التطورات كما قلنا الاقتصاديه والاجتماعيه والتعاون مع جميع المؤسسات فيما يرضي الله ورسوله وما يرضى عليه جلاله الملك الله ينصره محمد السادس. وهذا الشيء ان شاء الله خريطه الطريق اللي هي رسمناها امامنا هي اولا اللجن اللي غتعطينا صوره حقيقيه اللي غتقوم بها الانشطه على جميع المستويات. هذا هو تقريبا لنا وكون مطمئن انه غادي يكون خير ان شاء الله. كانت الجمعيات كل واحده كتخدم على انفراد وهذا تبين انه داروا مجهودات مزيانه ومفيده واساسيه ولكن كنشوفوا المنتدى هو الاب اللي غادي يجمع كل شيء هو اللي عنده القدره اللي غادي يواكب يكون مع المؤسسات الجهوية. أحمد المقاري المنسق العام للمنتدى ورئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، طبعا على أن هذا المنتدى يهدف أولا إلى جمع منظمات المجتمع المدني وتعبئة جهود منظمات المجتمع المدني وتوحيد خطاب منظمات المجتمع المدني، كما أنه أيضا يهدف إلى وضع إطار قانوني مؤسساتي تشتغل داخله هذه المنظمات، كما أنه أيضا يهدف إلى توحيد مجهود هذه المنظمات وتعبئة مواردها البشرية والمالية والإدارية واللوجستيكية من أجل أن تسير في نفق واحد، من أجل أن يكون عملها موحد، ومن أجل أن تكون قادرة على أن تلعب الأدوار الجديدة وليس الأدوار التقليدية لمنظمات المجتمع المدني. نعلم أنه من خلال الأوراش الكبرى التي فتحتها الدولة المغربية أصبح للمجتمع المدني أدوار جديدة، يجب علينا أن نستعمل هذه الأدوار الجديدة وأن نعبئ منظمات المجتمع المدني داخل هذه الأدوار التي نص عليها الدستور المغربي والتي أيضا هي موجودة داخل مشروع الجهوية المتقدمة الذي يحتاج إلى مجتمع مدني قوي، يحتاج إلى مجتمع مدني مؤهل، يحتاج إلى مجتمع مدني قادر على أن يتحمل هذه المسؤولية وعلى أن يمارس هذه الوظيفة وفقا لهذه الأدوار التي تحدثت عنها. الهياكل هنالك مكتب تنفيذي وهنالك مجلس إداري وحسب ما نص عليه القانون وما هو موجود وما تم الاتفاق عليه داخل فضاءات هذا المؤتمر التأسيسي تم الاتفاق على أن يكلف الرئيس بإعداد لائحة لهذا المكتب. سوف يتم الإعلان عنها قبل انتهاء هذا المؤتمر كما سيتم الإعلان أيضا عن لائحة أعضاء المجلس الإداري التي سوف تتوصل بها وسائل الإعلام بإذن الله تعالى. كجمهور أبو سيف رئيس الجمعية المغربية للشباب المثقف من خلال الخطابات الملكية السامية التي تنص على انخراط المجتمع المدني في دينامية الإصلاحات الكبرى التي تسعى إلى بناء المغرب الحداثي والديمقراطي والتنموي، ذلك بانخراط ومشاركة منظمات المجتمع المدني سيرتو في مشروع الجهوية المتقدمة. ومن جهة أخرى نلاحظ الدور التي لعبته بعض الجمعيات في جهة الدخل والذهب في إنجاح المحطات الأساسية المتمثلة في إعداد نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية وللاستمرار في هذا النجاح
أو هذه الدينامية قمنا بتأسيس هذا المنتدى الذي يضم أزيد من 34 جمعية ناشطة بإقليمي الداخلة والذهب وأوسرد، يهدف إلى توجيه جهود هذه الجمعيات وتبادل التجارب فيما بينها، وكذلك يشكل إطارا مدنيا للمساهمة بالقوة الاقتراحية، كذلك العمل من أجل المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العمومية بجهة الذهب البويرة.